بنحتاج لباكيت عجينة الرقائق الهنا، بعدين للخلطة اللي جوا بنحتاج 2 بيض، كوب حليب، نصف كوب لبن، نصف كوب زيت نباتي، وربع كوب زبدة لندهن الصينية. الحشوة 200 جرام جبنة بيضة أو جبنة فتة، أو بنقدر نحط 2 مع بعض، كمان بنقدر نضيف جبنة موتزاريلا حسب الرغبة. نص طمة بقدونس مفرومة ناعما، وملح وفلفل أسود برضه حسب الرغبة. في عنا حشوة البطاطا، 2 حبة بطاطا مسلوقة، ملعقة كبيرة سماق، وعدين بصل مفرومين فرما ناعما، وربع ملعقة فلفل أحمر حار مطحون، وملح وفلفل أسود برضه حسب الرغبة. تمام. هلا بدنا نخلط أول شيء الخلطة اللي بدنا نحطها جوا. الخلطة فيها بيض، أنا هلا عاملة هاي الخلطة ضرب 3 أو 4 حتى، عشان بدي إياها تكفيني لأنه صينيتي كبيرة. أنتوا طبعا حسب الصينية تبعتكم بتقرروا كيف تكبروا وتصغروا الخلطة. البيض عشان إحنا ريحته اللي مش حلوة، أنا بحط له شوية خل وشوية فلفل أسود، الخل بيضوع أي ريحة أو طعم غير مرغوب فيه. حطيت البيض والخل، وحطيت الزيت، حطيت الحليب. هاي الأكلة كثير زاكية وبعملوها الأتراك، والأتراك بحطولهاش لا ملح ولا فلفل ولا أسود، بس نحنا يعني إذا بدنا نحولها شوي عربية نقدر نضيف لها. وهلأ زدت اللبن وبدنا نحركها منيح كثير، عشان هاي بتصير لنا الخلطة اللي بدنا نحطها جوا الرقائق. نحركها كويس، إياها تختلط تماما قد ما بنقدر، انه البيض مع اللبن كله ينخلط مع بعض. هلا بدي اعيد كمان مره ايش حطينا بالخلطه عشان انتم تعرفوا. حطينا بيض، وحطينا زيت ولبن وحليب، وانا حطيت شويه خل على البيض. دائما بالاكل المالح اذا بدك تحطي، عشان بالحلو نحن بنحط فانيلا، بس بالمالح ما بقدرش نحط فانيلا، فبنحط نسبه خل عشان نضيع اي طعم مش زاكي او اي طعم مش مرغوب فيه. هلا شايفين كيف انخلطت خلطتنا، صارت جاهزه. تمام. هلا ما نخلط خلطه الجبنه، نحطهم مع بعض. هاي الأكلة زاكية إذا جايكي ناس كتير زاكية، إذا للولاد بالليل مثلا العشاء بتقدر تحشيها. هلا نحن عاملين حشوة جبنة وحشوة بطاطا، بتقدر كمان نحشيها بحشوة زي الصفيحة مثلا، لحمة وصنوبر، بزبط. أنت شو بتحبي بتقدري تحطي فيها. هلا أنا حطيت شوية موتزاريلا عشان بحب المطة تبعتها، بحب تمط، فحطيت جبنة حلوم، بتقدر تحطي جبنة بيضة كمان. حطيت جبنة فتة وحلوم وشويه موتزاريلا. الفته بتعطيني الملوحه، وحلوم طبعا طعمها زاكي، والموتزاريلا بتعطيني المطه الحلوه. هينا نحركهم مع بعض ونحط لهم البقدونس. بتقدري تحطي كمان، بيطلع كثير زاكي اذا تحطي نعناع، تحطي شبط، كثير هم يعني الاتراك بحطوا لها شبط، كثير بتطلع زاكي. نخلط الخلطة مع بعض. هاي الطريقة هاي عشان بس يتجانس وتختلط أنواع الجبنة كلها مع بعض، يعني شغلة سهلة. نضبط محلنا ونهلا نبلش نعمل. هيك تمام، نحط لنا بس شوية فلفل أسود. هلا برجع بقول هي الأصلية، الأتراك ما بيحطوا لها لا فلفل أسود ولا مرح، بيعتمدوا على ملوحة الجبنة، بس نحن يعني بتعرف نحن العرب بنحب أكثر شوي تكون محدقة زي ما بقولوا، فهيك بنحدقها شوي.
منجيب صينية، منجيب صينية أو منجيب بايركس. أنت يعني أنت شو بريحك بالبيت؟ مهم إشي بفوت على الفرن ومنحب ندهنه شوية زبدة. نحن حاطين بالمقادير زبدة، الزبدة عشان ندهن الصينية. عم ندهن الصينية منيح عشان تطلع معنا شقفة واحدة ما تلزق. هلا بتشوفوا كيف صغايا والمشاهدين بتشوفوا كيف تطلع معنا. ندهن الجناب كمان بهاي الطريقة. هلا بنبلش نستعمل العجين. هلا احنا بنجيب هاي العجين في دجاجة، نحن عملناها انا وياكم من قبل على التلفزيون وعملنا فيها البقلاوة، هي نفسها عجينة البقلاوة. بتحبي تعمليها انت بالبيت، موجودة الوصفة على اليوتيوب على رؤية وموجودة كمان على صفحتي. بتحبي تعمليها بالبيت بتقدري، بتحبي تعمليها تجيبيها جاهزة برضو بتقدري. احنا دائما هاي العجين حساسة كتير، نفتحها ودائما بنغطيها لأنها بتنشف. نفتح كمان واحدة. هلا اسمها عجينة رقائق، مش عجينة بقلاوة ولا عجينة كنافة ولا عجينة البوف بيستري، لأنه بكون بالسوبر ماركت كل العجاين جنب بعض. هي عجينة الرقائق، ما عجينة البقلاوة ما بتزبط. هاي عنا العجين، نحاول قد ما نقدر نخليها دائما مغطية عشان ما تنشف. هلا أهم إشي بس لما نبلش، هي زي الورق فمندير بالنا كتير حساسة، بس نبلش منطلع شوي منها لبرا عشان هذا بعدين منتنية يفوت معنا لجوا. واللي منطلعه لبرا منضل ندهنه شوية زبدة عشان هلا بنشف ونبطل نقدر نتنية، بيصير يابس، فندير بالنا من هاي النقطة. تمام، نطلع شوي زيادة من هون. هلا جاني سؤال بس عن ال عم بيحكوا لي الشباب بيسأل سؤال الفرق بين الخردل الفاتح والخردل الغامق اللي هو المسترد. هلا طبعا في فرق كبير، الفرق بالبذرة اللي بيستعملوها، اللي بزرعوها وبيستعملوها للاستخدام، وفرق بالاستخدام طعم مختلف تماما. فهذا السؤال الأول. السؤال الأول ما سمعته، هذا جواب السؤال الثاني، إنه ليش الخردل الباودر ما بنستعمله، صح؟ هذا كان السؤال عبد الله. بس لا، في خردل باودر وكتير زاكي وبدخل بالأكل. لا ما في، إلا إذا ما في أي مشكلة أبدا، بالعكس بكون لونه أصفر، وبس لازم ينحل بشوية مي وبتستعمليه. بس هو طعمه كتير قوي، فلما تحليه بالمي بدك تحليه تحطي نسبة وتناسب مناسبة إنه ما يخرب لك طعم الأكل. تمام، ونرجع بنحط من الخلطة على الوجه عشان هي لأنه اللبن والزيت بحمروا والحليب بحمروا لنا الوجه، بيطلع هلا بتشوفوا أحلى منظره. هلا لازم نحن نتركها نص ساعة عشان تشرب المي، تشرب هاي كلها المي، بعدين بنقطعها. هلا مش راح اقدر اقطعها، بس بتتقطع، هلا بورجيكم كيف بتتقطع. بعدين بتنشوي، بتنشوي من 30 ل 40 دقيقة على درجة حرارة 170، لازم تكون محمرة من فوق. هلا راح اورجيكم كيف بتطلع، ما اظن معنا وقت نعمل البطاطا، فراح اورجيكم يا دوب تطلع، تطلع بهاي الشكل. وعندنا هاي اللي هاي المخرج بيقول لي شكلها بشهي، ان شاء الله تكون مبينه عندكم كمان. وهي انا مقسمتها من قبل اذا مبين، برجع بقسمها لأنه يعني أصلاً مقسمة فما بتغلبك. لما تقسميها بعد ما تشويها بتكسر، فأنا بفضل أنه نحن نقسمها قبل. ورح أطول بس قطعة أورجيكم كيف الحشوة من جوا، ورح أرجع القطعة محلها عشان نخلي منظر الصينية حلو. في واحدة بجبنة وواحدة ببطاطا. البطاطا أنا ما رح ألحق أخلطها، حكيت لكم المقادير عندكم وإن شاء الله بنزلهم بعد. هاي منظرها بتطلع بالشكل الحلو هاد. هاي حشوتها البطاطا معصومة عشان هيك في اللون الأحمر جوا.
ما بتطلع بهي الطريقه مبينه.